شنو أول شيء صدمك بالوسط الفني عموما؟ والله النفاق، النفاق والدجل والحسد يحكي بوجهك شكل وراك شكل، يعني يجون عبد حكي عليك، هو عبد ما حكي رجل ولا قايل، بس ينافق على شخص انه هذا يحكي عليك وانت تقلد عبد وانت كذا، فهذا هذا اللي كان موجود وقتها. زين حتى نختم موضوع الاستاذ عبد فلكي، حافظ له اغنيه مقطع سمعنا من اغاني. اي حاضر. انا بدونك اروح لوين، اروح لوين غريب متيه الخطوة، أنا بدونك أخذني الماي كل أوراقي ما تسوى، أنادي أنادي بس بلا جدوى، أريدك أريدك تسمع الشكوى، وصحت بصوت بعدك بلوتي بلوه. الله الله صديق اخوي. الله ستة راح تبلي بلوه، رجعت له من جديد وما صدق خلص منك 20 سنه. ابو صفا اخو صديق وحبيبي يعني. طبعا ذاك يوم شفته بمطعم القبه اخر مره.